في المبادئ كباقي الفنانين، يعني فنان اللي كيحب يعني يلقى نفسه مع الجمهور ديالو، سواء في المغرب سواء في جميع البقاع، في البقاع سواء في الخليج او في المغرب. احنا كنا باقيين في الدراسة، يعني في الايام الاولى كانوا يعني كان الاساتذة ديالي، كانوا الناس اللي معايا في الدراسة، كانوا كلهم اللي كيشهدوا انني عندي ان شاء الله مستقبل كبير في مجال الغناء. ومباشرة كنت دخلت المعهد وانا في سن مبكر، وتما كانت البداية. المسار الفني فهو ماشي سهل، يعني كانت مجموعة من العقبات، كانت مجموعة من الصعاب، وحنا مازال فيها. يعني الانسان دائما كتكون البداية صعبة. مجموعة من الفنانين اللي كان عندهم الفضل في الوجود ديال اليوم على الساحة، فنانين معروفين، الإمارات، لقينا هناك مجموعة من الفنانين اللي بدورهم اللي قدموا لي السند والمعونة. وهناك تعرفت على مجموعة من شركات إنتاج، تعرفت على ملحنين، على موزعين، وخذيت منهم الشيء الكثير، بخصوص يعني في البدايات كان هناك واحد المهرجان اللي كانت عندي أول بداية، كان في دبي. نحاول نوصل الأغنية المغربية، نوصلها للعالمية كما كيقولوا. وأنا بالطريقة ديالي كنحاول، أنا عندي واحد النوع من الميل الأغنية العراقية الخليجية، وكنحاول هذا اللون أنني نوظفه في اللون المغربي، ونعمل مزيج باش تكون دائما، سواء كنت في المغرب الأغنية دي تسمع، سواء كنت في الخليج، سواء كنت في أي بقاع. أنا والشاق أستاذ عبد البخيات فنان كيطربني، وبالنسبة للمشارقة فهناك كثير، ولكن أنا من راسة أبو وادي جورج وادي. الرسالة فهي طبيعية، رسالة إنسانية، فالفن بصفة عامة سواء كان مسرح أو كان طرب أو غناء أو تمثيل، فهو الفن فهو رسالة للإنسان، أنه يعني تهذيب النفوس، يعني والإنسان يحاول دائما يكون صادق مع نفسه وصادق مع الغير. وحنا كفنانين كنحاول دائما من حيث اللحن أو من حيث الكلمات أننا نشوف هذا المسار. بصراحة بسبب أنماط غنائية كلون مغربي، كنغني يعني التراث المغربي بكل أنواعه، وكنغني أيضا الطرب العربي. انا ما كنبغي بطبيعة الحال، يعني كنبغي الرسم، وعندي ايضا الرياضة، فانا كنلعب تنس. لست من الفنانين اللي كيحبوا يشاركوا في مثل هذه المسابقات لسبب بسيط جدا، وانا انا انسان عصامي، اصنع نفسي بنفسي. ومن ناحية هاد البرامج، أنا عندي أونتخ باغونتيز كما كيقولوا علامة استفهام، لأن فيها مجموعة من المسائل اللي هي نقدر نقولوا إيجابية، وفيها السلبيات كثيرة، لأن قليل باش تلقى برنامج فيه شوية من المصداقية. إن شاء الله دابا أنا كنحاول نكمل ألبوم يعني في سبع أغاني، وعندي مستقبلا يعني مشروع غنائي مع الرفاعي والملحن المعروف ومع جلال الحمداوي ان شاء الله، باش نكمل الالبوم ديالي. وما اغاني غتكون يعني اوتر ستايل، يعني غنحاول نعمل ستايل شويه هادي رومانسي، بحكم دابا جاي فصل الخريف، فهذا الفصل دابا كيبغي اغاني رومانسيه، غنحاول ان شاء الله نبدل شويه، ونتمنى ان شاء الله هذه الاغاني تروق للمستمعين. اول شيء انا كنوجه التحيه للجمهور المغربي الذواق والعاشق للفن والعاشق للفن الجميل بصفه عامه. وبالنسبه للاغنيه ديالي اللي هي الجديده طوميجيري، كنتمنى ان شاء الله يعني كنتسمعوها.